في هذا المكان غرب مدينة خان يونس يجري تصنيع أول توك توك محلي بأيدي فلسطينية. كان صاحب المصنع يعمل في صيانة التكاتك القادمة عبر الأنفاق مع مصر قبل أن يفكر في فتح خط إنتاج في غزة. التوك توك الصيني اللي موجود له عمر افتراضي، فبدينا احنا باصلاحه او بتصليحه. من هنا اجت الفكره، قلنا طب احنا بدل ما قاعدين بنصلح، ليه ما احنا نصنع توك توك صناعه محليه وطنيه ويكون افضل واقوى في مميزاته. ينتج العاملون في المصنع الاطار الحديدي الخارجي للتوك توك، ويجري تركيبه على الدراجه الناريه التي تستورد من الصين. يشتغل اللي هو الصندوق هذا من الالف الى الياء، كله هذا الشغل عندنا طبيعة الحال في المصنع عندنا. غير هيك هذا اللي هو احنا بنستورده اللي هو بطبيعة الحال اللي هو الماتور، المنطقة هذه ككل الماتور مع الستيرن مع العجال والكورونا. ويقول صاحب المشروع ان التوك توك المحلي يحظى بدعم الوزارات المعنية في حكومة غزة باعتباره منتجا وطنيا. يكتسب هذا المصنع أهميته من حاجة السوق المحلية له، إذ أن بعض التقديرات تشير إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 1000 توك توك سنويا. فخلال السنوات القليلة الماضية غزت توك توك شوارع القطاع، وبات وسيلة نقل تستخدم على نطاق واسع في نقل البضائع وحتى الأفراد. ويبلغ ثمن التوك توك نحو 2000 دولار، ويتميز بقدرته على الدخول في مناطق وعرة وضيقة، إضافة إلى استهلاكه المنخفض للوقود الذي يعاني قطاع غزة من شحه على مدار العام. سامي سهمود، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.